السلام عليكم متتبعين ديالي العزاز، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيت نقدم معكم اليوم واحد الحريشه، الحريشه اليوميه اللي المقادير ديالها متواجده في كل دار. عندي هنايا جوج كيسان ديال العنبه ديال السميده، عندي هنايا تقريبا ربع ديال كاس الزيت، عندي ملعقه ديال السكر، عندي نص ملعقه صغيره ديال الملحه، عندي ملعقه ديال الزبده، عندي هنايا واحد ازا بيكين باودر، وعندي الحليب وغنعبر جوج كيسان ديال الحليب. تابعوا معايا. بسم الله على بركة الله، غندير كيسان ديال السميدة، غندير شويه ديال الملحة، السكر ديالي ملعقة السكر، غندير الملحة، غندير الزبدة، غندير الزيت. سمحوا لي على هذا الصداع، خليت السرج مفتوح، كيجي صداع من الشارع الطوموبيلات. غنبسبسو مزيان السميدة ديالنا بديك الزبدة. نسيت ما قلت لكم البيضة، غندير واحد البيضة. الا بغيتو ديرو بيضة ديروها، و الا ما بغيتوش ما ديروهاش. غنبسبس مزيان، غنبسبس مزيان السميدة، ودابا غندير البيضة ديالي. وغندير بيكنج باودر خميرة، وغنعجن مزيان عاود. ماشي كنعجن، غير كندخل المقادير في السميدة، ما كنعجنش. هي بهذه الطريقه هي. دابا غندير الحليب، نخلط مزيان، غندير في الكاس الاخر، خليك تشوفيها جارية ما تخافيش، راه مازال غتشرب السميدة. غنخليها ترتاح شوية ومن بعد نرجع معاكم، نخليها تشرب شوية سميدة ونرجع معاكم. دابا عندي هنايا البنات المقلة، غندهنها مزيان بالزيت وغنرشها بالسميدة. ودابا غنكب السميدة ديالي، الحرشة ديالي في المقلاة، وغنديرها فوق البوطة باش تطيب، ونرجع لكم ان شاء الله.
ودابا البنات رجعتها فوق البوطه باش طيب، ونقصت العافيه مزيان باش طيب على المهل. ها هي البنات الحرشه ديالك خرجت، راه كتجي زوينه، كنتمنى منكم تجربوها. غنقطع معكم واحد المقصود، تشوفوا كي كتجي من الداخل. بسم الله. ها هي البنات كي كتجي، راه كتجي زوينه، كنتمنى منكم تجربوها. وجاوبوا عليا في الكومونتير الا جاتكم زوينه، وما تنساونيش من لايك وتبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم. شكرا لكم، الى اللقاء.